شوف سبحان الله العدل من أسماء الله الحسنى. كل حيوان، كل مخلوق، كل حجرة، كل شجرة، كل نبتة، الله ودار ليها ربي واحد الخاصية من الخاصيات باش الإنسان كل واحد يعطي له رزقه فيها. شوف سبحان الله. السلام عليكم أصدقاء المشاهدين، تبارك الله عليكم في هذا الفيديو. هذا اليوم راني ضيف عند السي شملال الغني عن التعريف، مدينة بركان. السي شملال اللي رئيس جمعية حماية اللقالق البيضاء، إن شاء الله غادي ندخلوا لهذا المتحف ديالو هنا في مدينة بركان ونشوفوا يعني داخل إن شاء الله. كما تشوفوا معايا الدخلة كتبين أن هذا الشيء ما شاء الله أشياء لا تراها إلا هنا. بسم الله توكلنا على الله. شوفوا الطيور ما شاء الله. الله يحفظك السي شملال، تحياتي. أنا عندك ضياف هذا النهار. مرحبا بسعد البسط قحودي. الله يحفظك، بارك الله فيك السي شملال. في قناته الهادفة إلى التعريف ب بارك الله فيك رجالات ونساء المنطقة الشرقية والمغرب عامة وكنوزها، كنوز المملكة المغربية. بارك الله فيك السي شملال. إذن هذه فرصة في أن نتبادل الخبرات، خبراتكم الإعلامية وخبرتنا العلمية. هذا وقف للوالد والأخوات. دار الوالد كما هي معروفة عند الناس اللي كانوا يعرفونا على قيد الحياة، حاج عبد الله والحاج حبيب الله يرحمهم، وصار لهذا العمل رحمه الله الجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات. الأخت فاطمة رحمها الله وعائشة بقية في الحياة، اللهم امد لها في الصحة والعمر. إذا ساهمتا بحقيهما في الإرث بخمسة مليون الوحدة تقريبا. إذا هذا عمل له اعتبار عائلي. الاستدامة ديالو، هناك مؤشر إعلامي كبير وهي اننا في الواجهه هنا بركان صاب الزمن والمكان. نعم في أمودو. وهذا الشريط ملوح الاعجاب منذ سنه 2017 وهو ينشر ويعاد ويبث عبر القنوات. كما صار لهذا العمل اعتراف ومن طرف السيد محمد علي حبوها كره الله بخير، عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان، زارنا في هذا المكان، ونحن في هذا الإطار شركاء في إعداد هذا المتحف البيئي بساحة أو حديقة سيدي حمد بركان اللقالق، محمية اللقالق. إذا هذه لوحات تعرف أو تلخص هذه العشرين سنة وأزيد اللي مشينا رجعنا. السي مصطفى عكروشو له الفضل في انه وضعنا على السكه لما اختارنا عن قصد وعن درايه، وكان يصفني بانني كست بركان حيث كان هو الاخر مدير ثانويه القدس الاعداديه، وتوصل وتسلم واحد من المذكره الوزاريه من السيد رشيد بن المختار في اواخر 99، وتنص وتحث المدراء وقتذاك بإحداث نوادي البيئة. وفي لندن درنا واحد النادي وخدمنا فيه منذ سنة 2000 يناير 2000 من دون ملل ولا كلام، وحرزنا قصر السق، هاد جائزة تشجيع صحفيون الشباب على الصعيد الجهوي. أما على الصعيد الوطني فهذه
شهادة جائزة الحسن الثاني البيئة لنادي البيئة اللاخالق بتنمية القدس، وهو أول نادي مدرسي. وهنا كانت واحد التغطية إعلامية وجاءوا بعض الإخوة. مهم بعد تشكرات والتهاني فأشهروا علي بمساهمتهم فيما يمكن أن نقدمه لهذا العمل المدرسي حتى يتطور. وقلت لهم إن المشكلة وهي المشكلة الإداري، وهذه الصعوبات الإدارية باش نتخطاها يجب إحداث واحد الجمعية. فعلا اشتغلنا على واحد القانون الأساسي، وبناء على هذه المكتسبات العلمية السابقة نتاع نادي البيئة في السنة الأولى ديالنا درنا واحد الندوة دولية، ندوات دولية هنا بركان فاتح دوجن بيت سنة 2004. وكان هذا الصديق هذه في كرواتيا من بعد 11 سنة كان جال بركان في ثانوية القدس، هو والصديق ديالو الرئيس نتاع الجمعية أبريسيال وقت ذاك مسيو جيرار فيري ليكس ديريكتور دو لابريسيال دو كولمار افيك مسيو فرانسيس ديمو. وهنا في 2005 واحد 16 ديسيبول وتبادلنا مشينا وجينا هذا سحبوها العامل في 2017. هذه واحد المجموعة إفريقية درنا واحد لو ريزو انترناسيونال دي بيبل افريكان دي سيمون. هذه في 2014 في حديقة الحيوان ببازل بسويسرا. أوليفر بيبال سي عز عقباني أستاذ جامعي مومبر دو غريبون وسي بيتر إنجيس أن غران غران ornithologue de Sigon Ouhnaya avec la même personne scientifique, un grand ami, M. Peter Ingis, Jules Kbir ou Sherif, Suisseri. Ouhnaya, Ouhnaya m'a l'Ocht Zrinka, la t'a'tanaqat l'Islam, Bada Bahth, Ifra, Hadik Jara'in, Bashi'a, Anta Serb. هي كرواتية وهي اللي استضفتني بعد ما تلقينا في 2014 هنا في المؤتمر 11 الملتقى للقرى الأوروبية للقلق مال بارتي دات كاسيرس. وفي 2015 حفتنا الدبلوماسية يعني السفير المملكة بحضور ممثلته سيدة عزيزة بخاري من زغرب جات قطعت واحد 200 كيلومتر مسكينه. اذا تبارك الله غير الصور كيبان داك الشيء عامر ما شاء الله. كما ترون هنا واحد طابع بريدي، وعلى حسب البحث الذي اجريناه في اليونت جبرنا 70 دوله ونيف خصصت للقلق البيضاء طابع بريدي طوابع بريدية في إطار التبادل الحضاري والعلمي مع مجموعة بيوسفير أنفيرونمون ببوردو سي رافائيل ميسو دكتور عالم كبير كان مؤخرا بالقطب الجنوبي فتواصل معنا وشكر لنا هذه المساهمات التي نقوم بها هذه المساهمات المدنية في الحفاظ على هذا التنوع الطيوري ورسل لنا هذه المئة خاتم باش نوضعها على سيقان اللقالق لتتبع. ولكن ما هو أفضل وهي هذه التقنية الجديدة وتتبع اللقالق عبر الساتل عبر الاستشارة عن بعد. هذا السيد هذا أندري فازيل إكس ديريكتور مدير سابق للمعهد التاريخ الطبيعي بمدينة فرايبورغ بسويسرا، فهو صديق لنا وقمنا بمتابعة واقتفاء أثار هذا القلق الذي سمي تيمنا بماكس بلوش. الآن التقانة تستعمل في التتبع الآن عبر الاستشارة البعد عبر الساتل لهذه اللقالق طيور المهاجرة وغيرها من طيور المهاجرة الأخرى، ويعطى أو تعطى أسماء
المساهمين علميين او ماديين لهذه الطيور. لو كان هاد الناس نتاع المسورين بركان مثلا يتفضلوا علينا شي واحد مثلا ياخذ واحد العشرة معاه نتاع المساهمين ويجيبهم لنا هنايا ونديروا العشرة نتاع اللقاليق. في هذا الاطار يمكن الدراسه اللي غادي تندار تفيد باحثين شباب في وجدة في الجامعه الى اخره ونديروا بروجي سيونتيفيك ونرتقيوا بهذه المدينه. وحنايا درنا اللي علينا، خاص الناس الاثرياء يجيو ويشوفوا. حنا عندنا علم الحمد لله، حنا ما دخلناش لهذ الاطارات. هنايا سي عبد الباسط كتشوف هذا الاجتماع مخصص لي، علاش؟ لانني اقترحت واحد المؤتمر لتثمين اللقاليق في افريقيا وللارتقاء بمدينه بركان الى مصاف المدن الايكولوجيه ونسميوها بركان مدينه لقاليق افريقيا. مؤخرا كانوا يقلبوا على واحد الرمز واحد الهضره كيفاش الى اخره. حنا راه ديجا عندنا سبق وخلينا تاريخ في هذا المحافل الدوليه. هذه في فاتح يناير 2022 على الضفه اليمنى لواء تشرعال، تقينا يوم السبت فاتح يناير 2000 بالسي حبوها عميد صاحب الجلاله، وهو يتفقد الاشغال والاوراش. حنا كنا في ورشه في خرجه على الطريق. إذا نخرجوا من صالون سيداكي لشعوب اللقاليق. سيداكي هو عالم كبير، عالم طيور وعالم البيئة، أنت قاعد وعطينا الاسم ديالو. كلمة هذا البهو، هذا صالون حبوها للمواطنة البيئية، صالون باسم حبوها لما قدمه سي محمد علي حبوها عميد صاحب الجلالة. أنا بعد لوحات تعرف بفكرة وتأسيس المتحف والأهداف والمكونات نتاع الأنشطة والاستدامة. الآن نلج هذا متحف بيئي، هذا التنوع البيولوجي والإنسانية لشافانو. شافانو هو عالم البيئة تقاعد مؤخرا. هذا السيد هذا فرنسي الجنسية ولكن اعتنق الإسلام بمدينة وجدة الألفية وآثر العيش بالمغرب، وتزوج من وجدة هذا واش حقيقي ولا حقيقي؟ هادو قصة، هادو نتاع التفوغات. ايه تفوغات هاد العظام، جبال بني زنسن الزانن، حضارة الفينيقية، هذاك الفحم الخشبي، هذاك العناصر السوداء، وهنا الهنود الحمر. سبحان الله، هذا اتفاق نتاع واحد الخمسة نتاع القبائل 1820. شوف بس ديما هذا يوجد في النهر ما لا يوجد هيا 1828. اتفاق القبائل، اتفاق القبائل، وهذه الكتابة ديالهم نتاع شيروكي دايرة بحال تيفينار ديالنا. شوف بحال لأن هادي دوريجين، هادي الكتابة ديالهم. سبحان الله، شوف إذن هذه نتاع حضارة الإنسان، والإنسان كما نعرفه احترابي. أسد الأطلسي
فهو الكائن الذي يمكن أن يقتل في أي لحظة، والقتل وهذه الجريمة وهذه المعركة وهذا الحرب كما قال بول إيميل، ماشي بول إيميل، فيكتور غاستون بوتول. غاستون بوتول هذا قرأ المقدمة نتاع ابن خلدون في الثلاثينات، وفي 1945 وقف متأملة في الحرب العالمية الثانية في المخلفات ديالها، وقال لما لم يتم إحداث علم يعتنى بالحرب. فشكل فريقا وفي 1960 أعطى النتائج والخلاصات هذاك الفريق، وسماه بوليمولوجي، علم البوليميك، الحرب لصيقة بالإنسانية، تاريخ الإنسانية إلا 200 سنة اللي عشتها البشرية من دون حروب، وكأن الإنسان عاش أو خلق للحرب. للحرب. وهذا صندوق يبين لنا تخطيط نتاع هذوك الناس من كل الأصقاع دون ما نسمي. والإنسان لصيق بالطبيعة لأنه هو جزء من الطبيعة. فرنسا كانت تعيب على ألمانيا أنها خلعت وقتلت بزاف نتاع الأسود من الكونغو في الحرب العالمية الأولى، كان واحد السبب رئيسي وهو عدم تفاهم على اقتسام الكعكة، في حين ألمانيا كتقول فرنسا راكي تقتلي الفيل بزاف، راكي تبيع لها شي عطيتهم هادشي، هما كلهم يستنزفون ثروات افريقيا. اذا ثعلب الاشقر هذا محنط، هذا ياك كلشي ثعلب الاشقر هذا فين كيكون هذا؟ في افريقيا هذا جد منتشر. غازال دوركاس، غازال دوركاس. اذا نمشيو لهنا، هذا الدب، الدب عنده واحد $20 جابها السي فؤاد السعيدية تبارك الله عليه المهندس ديالنا. هاد $20 دارتها كندا احتفاء للي تقدير الجهود المبذولة لحماية الدبابة، الدب القطبي الذي سار ضحية هذا الاحترام، لأن أصبح يموت ما يلقاش الكتل الجليدية على 100 كيلومتر، يبقى يعوم يعوم ويشل لقطع 100 كيلومتر عوما من دون أن يقف مستلقيا، فيموت بسبب العياء والجوع. إذا هنا كنشوفوا حشرات راه ولات في المأكولات اليوم. حسرا كان هذه كياكلوها اليانومامي، هذه كياكلوها اليانومامي، هذوك الشعوب نتاع امريكا اللاتينيه يانومامي كيقبضوها ويغلفوها بالورق نتاع البنان، ومن بعد بجوج عيدان يشعلوا النار ويشوروها ياكلوا ديالها الى اخره. الانسان ابن بيئته، وخصنا نعرفوا شنو ناكلو وشنو ما ناكلوش. فعلا وراه كاين اللي كت كلها هو البوبوش نتاع البحر، وكاين شي مره تلقى فيه السم هذاك البلح. هذا من امريكا الجنوبيه، لو تاتو فيري قنفذ، شبه القنفذ، شبه القنفذ كيكون في البحر هذا؟ لا 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 عايش هذا عنده هذاك اللي كيبني تحت البحر، عنده الأرجل راك تشوف هذا كيحفر باين، والخنفوفة ديالو إلى آخره، العينين ديالو صغار يعني يعيش في الظلام. تاتوفي، إذا هذا جانب عودة نتاع الجيولوجيا، المساحات بعد نرجعو لها، وردة الرمال هذه. هذه لي جيود نتاع الكواز، هذه الملح الحية لو سلجان، حجر، هادو لي زامونيت، لي زامونيت هادو، وهادو لي تريلوبيت. المغرب غني ومنوع في
كما بغيت في الجيولوجيا، في الجغرافيا، في الايكولوجيا، في المناخ، في الثقافة نتاع البشر. هذا أسماك القرش، الميزيطة نتاع اليوسفية وقريبكا إلى آخره. ما شاء الله. المغرب غني كما قلت لك في كل شيء، فين ما بغيت تضرب. راه عندك هنا موسوعة ودي استشمال باش حسن الثاني محمد الخامس ملي كان الفضيلة الله يرحمهم محرر البلاد ومحرر الصحراء في قاع البحر بقية عانية لبنتوس، سأصبح لبنتوس الحيوانات بقية عانية نحيدو هذا لبنتوس هذا يملك أعقد فم قنفذ البحر. الفم ديالو فين هو؟ الفم ديالو هنا لتحت من لتحت وهنايا الشراج مخرج الفضلات. سبحان حيوان قاعي أنيمال بنتيك ويملك أعقد فم. أريستو سمي على أريستو لا لونب داريستو لأن أريستو كان ناولو في الكتابات ديالو في الملاحظات ديالو. شوف سبحان الله العدل من أسماء الله الحسنى. كل حيوان، كل مخلوق، كل حجرة، كل شجرة، كل نبتة لا ودار لها ربي واحد الخاصية من الخاصيات باش الإنسان كل واحد يعطي له رزقه فيها. شوف سبحان الله. مثلا هذا دريس أمريكان واحد العالم كيقول لك لا بيوديفيرسيتي الان كل شيء ولا يجري ويمشي في الطبيعه باش يكتشف من جديد الخيرات وكائن من ايه يمرون عليها ومعرضون. في القرير ديالو ولا في القراءه ديالو في هذاك الحديث كيقول لك يشري هذا السائح هذه القوقعه مثلا 5 اورو ولكن اللحم ديالها لو مونتو ديالها كيصنع واحد المادة اللي كتستعمل في العمليات الجراحية في التخدير الكيلوغرام 900 مليون أورو وفي واحد اللقاء آخر قال مليار أورو. يعني يستخرج بها كنوز. كنوز كنوز هوا يقتل الإنسان. شوف سبحان الله كاين الله سبحانه عز وجل يقول في محكم آياته في مستهل سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض. قل من يرزق من السماء والأرض. هذه الحياة هي متشعبة وهي من خالق واحد وحدة الوجود. الماء هو الماء في الكون كامل نفس الماء نفس الأكسجين. قل لو كان فيهما آلهة لذهب كل إله بما خلق. وحدة الوجود. هذا المرجان كي يشرب الماء، هذا السمكة تشرب الماء، H2O احنا كنشربوا الماء، ماء واحد. شو سبحان الله. والماء هو أقدم ما خلق الله من هذه الموجودات المحسوسة التي نلمسها. 80% كما قال أحد الإخوان بوغدانوف قال لك 80% نتاع الماء اللي كنشربوه عنده العمر ديالو ازيد من 13 مليار سنه. هذوك الاخوان بوغدانوف هذوك ديكرويون كيقولوا ديما دشروش البشريه الملاحده كيقولوا بلي ان كل المعادلات الكيميائيه الفيزيائيه الرياضيه الفلكيه كانت موجوده لحظه الانفجار العظيم. فشكون اللي دار هذاك الشيء؟ دار واحد العظيم سبحانه 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 سبحان